المكث فيها بالذهاب يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمن يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو كورشتا خمور نشتا لأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكلام.